السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا الشكر الخالص للأوفياء اللي ما خدلوش هذه القناة. كيف كان عارفوا شحال واحد كيتخاذ حقه ولا كيتعرض للظلم ولا الحقرة ولكن ما تلقى حيلة باش يسترد حقه. وكيف يقول مثلنا المغربي اللي بدأ دقته على عام زربان، وهذا اللي وقع مع بطل قصتنا اليوم. وإذا كنت من متبعي ولا من عشاق القصص الواقعية ما تنساش تخلي لنا واحد الاشتراك إذا عجبك المحتوى، ما تنساش دير شي تعليق ولا خلي لنا شي لايك. وبغيت نشير واحد النقطة، واحد الأخت الفيديو اللي قبل من هذا اللي داز خلت لي واحد التعليق وقالت لي ما عندك لا صوت لا صورة، تي حسابك أنا تلفزيون ها؟ سامسونج هاش دي إير ويكا، أنا ما تلفزيون. إلا بغيتي الصوت سيري سنتي لعبد الحليم، ولا بغيتي الصورة سيري شوفي لك عارضين الأزياء. ولكن ما نقولكش راه ما تماش، نبداو قصتنا. المسمى مارفين هايمير، هاد الشخص قصته أغرب من الغرائب، وانتقامه كان كذلك أغرب انتقام شافته البشرية. مارفين هايمير من مواليد 1951 التحق بالجيش وشارك في الحرب على فيتنام سنة 1968. من بعد انهى خدمته العسكرية وخذا واحد البيت في واحد مدينة صغيرة للاسم ديالها غرامبي بولاية كولورادو. وفي سنة 1992 كيكون واحد المزاد على واحد الأرض اللي كيفوز بها هو، يعني اللي كان الثمن ديالها كذلك 15,000 دولار، يعني تحويج طول العمر اللي جامع كله خلاه في ذاك الارض. وبنى عليها كراج ولا ورشه ديال اللحامه، يعني السدور. وكان يعني واحد الرجل معقول ما تيسمحش في حقوق، وكاين اللي تيقول عليه بانه يعني معقول وما تيدي حق حد، وكاين اللي تيقول عليه بانه مجنون وعلى حقه يقدر يرتكب جريمه. المهم كانت واحد الطريق يعني ما بين الكراج والدار ديالو، ولا الطريق اللي كيستعمل باش يمشي للكراج، واحد الطريق صغيره يعني عبر داك الطريق كيدي السلعه ومنها تيمشي للخدمه ديالو. والمهم دازت ايام وجات ايام الى حتى جات واحد الشركه كبيره وبدات كتشري يعني الاراضي بمبالغ مغريه، وهو بغى تصنع تماك واحد المصنع ديال الاسمنت، يعني معمل ديال السيما. فلهذا بدا تيشريو داك الاراضي باش يكبروا داك المصنع الى حتى وصلوا للكراج ديال مارفين. وعطاوه 50,000 دولار، ولكن هو طلب 270,000 دولار. قالوا له خلينا نتشاوروا ونردوا عليه. دازت ليام يعني وعاودوا ردوا عليه بانهم موافقين على الثمن ديال 270,000 دولار، ولكن مارفين قال لهم هادشي كان زمان، دابا طالب $500,000. قالوا له خلينا يعني نتشاوروا ونعاودوا نردوا عليك. بعد ما داروا اجتماع وتشاوروا على هاد $500,000 عاودوا ردوا عليه وقالوا له راحنا موافقين على $500,000. اش قال لهم؟ قال لهم هادشي كان زمان، انا دابا طالب $1,000,000. هنا هذيك الشركه يعني فاش شافت هاد السيد راه غير يبقى يلعب بها، وكل مره يعني في تزايد في المبلغ اللي تيطلب، ملي تيبغيو يخلصوه له كيطلع لهم مبلغ اخر. اش داروا؟ ناضوا رشاو الجنه يعني ديال تقسيم الاراضي، وخلاو البلديه باش تشد داك الطريق على مارفين، يعني ما عندوش، لان كيف قلت خلاوه في الوسط، شرات الاراضي اللي دايره به كلها وخلاوه هو في الوسط. المهم كيف قلت يعني شدوا عليه من كل جهه وطريق، ولكن هذا غير كنوع باش يضغطوا عليه، يعني باش يبيع داك الارض اللي عليها الكراج. ناض مارفين يعني رفع عليهم دعوه قضائيه ولكن كيخسرها. اش غيدير؟ ناض حل طريق اخرى يعني اللي غادي يمشي بها للدار الكراج. اش غدير البلديه؟ ناض سدات عليه الطريق اللي صوب جديده يعني، وبقى محبوس، وزائد فرضت عليه يعني غرامة مالية، لأن الطريق اللي حل ماشي فوق أرضه، يعني فوق أرض أصحاب المصنع، وهذا كيتسمى تعدو ولا تعدي على أملاك الغير. ومن بعد زادت البلدية فرضت عليه غرامة ديال $2,500،
لان يعني الصرف الصحي ديال الكراج ما مواصلش مع الصرف الصحي ديال المدينه، فلهذا كان خاصو يعني طريق مواسير باش يدوز ما بين الكراج وفين غادي، يعني خاصو يدوزهم على الارض ديال المصنع، ولكن المصنع ما موافقش على هذا الشيء وما خلاوش يدوز يعني المواسير ديال الصرف الصحي. ومن بعد صلت عليه كذلك الضرائب. هنا مارفل بدا يحس براسو بانه محارب من جميع الجهات. المهم بقى هكاك واحد الساعه وهو يغبر، ما بقاش يبان، يعني سنه هو غايب الى حتى الجنازه ديال الاب ديالو عاد حضر. المهم حضر الجنازه ديال الاب، ولما كان غادي بحالو بدا يودع يعني الاهل والاصدقاء ديالو، ولكن بواحد الطريقه يعني بانه غادي يموت قريب. هما استغربوا من داك الشيء، ولكن قالوا يعني الموت ممكن الموت ديال باه هي اللي خلاته هكا متاثر. المهم مداها في حد وخلاوه يمشي لحاله. ودازت الايام الى حتى جاء يوم الجمعه 4 يونيو من سنه 2004، والناس ديال داك المدينه يعني كيسمعوا بحال زلزال واقع برا. المهم الارض كلها ديال المدينه كتهز، ما عرفوا واش كاين، خرجوا يشوفوا. ملي خرجوا تلقاو لك واحد الجرافه ولا بولدوزر يعني غادي وتهدم في المباني ديال المصنع، والبوليس والحراس يعني كيطلقوا عليه النار، ولكن بحال كتضرب غير في الحيط، لان هذاك البولدوزر كان مغلف يعني بالفولاد اللي معمر بالبوطون، يعني البوطون ومغلف عليه الحديد، يعني البولدوزر كلها مغلفه من الفوق بلاصه الراكب، ما عندش ما يدخل شي قرطاسه ولا شي حجره ولا شي والو. المهم وساير يعني يحصد باي حاجه قدامه، وبدا يهدم في ذاك المباني ديال المصنع الى حتى طيحه كله. ومن بعد مشى للبلديه، مقر البلديه، ومن بعد مشى لواحد البنكه حتى هي طيحها، ومن بعد مشى لمركز الشرطه حتى هو طيحه، ومن بعد واحد الجريده محليه، ومن بعد منزل العمده، وكذلك واحد المتجر الكمبيوترات، وعيات الشرطة معاه يعني باش تحبسو، ولكن اللي جا في طريقه ما تيخليه. البولدوزر كان تيحيد يعني اي حاجة قدامه، وحتى الجرافات اللي جابوا يعني باش يوقفوا له في الطريق كذلك تيحيدهم، ما خلت حتى شي حاجة قدامه. واستعملوا معاه القناصة يعني والهليكوبتر، ولكن حتى حاجة ما قدرت توقفه، الى حتى لواحد المبنى، هذاك المبنى تيكون تحت منه يعني القبو تحت من ذاك المبنى، والثقل ديال داك البولدوزر ملي كان تيريبو يعني التحت ديالو لاكاب ما قدش يهز داك الثقل كامل، فلهذا طاح داك البولدوزر تما كاينه ومال على جنبه وما قد لي يتحرك ولا يبقى هكاك واقف. هنا الشرطه جات حاصرتو يعني، وبداو تيحاولوا يحلوا داك الباب، ولكن ما قدروش الى حتى سمعوا واحد الطلق ناري. المهم فتحوا الباب يعني من بعد مشقة، من بعد داك سمعوا داك الطلق ناري كان لداخل، وهنا كتكون المفاجأة. شكون اللي تيكون السائق؟ هو مارفن هيماير، هو اللي كان السائق، هو اللي كان ساير كيدمر في داك المباني كلها. هنا تبين للشرطة بأن هذاك العام ونص ولا سنة ونصف اللي كان غايب فيها، يعني هنا كان تيوجد المخطط انتقام اللي غادي ينتقم للمسؤولين ولا الناس اللي عكروا عليه الحياه ديالو. المهم اش غايدير في هذا المخطط؟ شرا واحد البولدوزر ياباني للاسم ديالو كوماتسو، وغلفوا يعني بصفايح الفولاذ اللي كانت السمك ديالها 13 مليمتر، وهذوك الصفايح يعني عمرهم بالبوطون الى حتى وصل السمك ديال ما بين الفولاد والبوطون يعني وصل 30 سنتيمتر، هذا يعني غير غلاف ديال 30 سنتيمتر، يعني 30 سنتيمتر واخا ضربوا بقذيفه مضاده للدبابات راه ما تاكل منه والو، لان راه حيط ديال البوطون مع الفولاد. ومركب له يعني كاميرا مراقبه من جميع الجهات، واخا هو لداخل تيمكن له يشوف شنو طاري برا كامل، وحتى دوك الكاميرات مغلفهم بزجاج مضاد للرصاص، يعني هما اللي غادي يكونوا برا باش ما يتضربوش، يعني خطه محكمه دار لهذا الانتقام. وكان داير كذلك كاميرا الداخل كتصور هو، يعني هو سير يلعن ويسب في المسؤولين اللي كانوا السبب في هذا الشيء كامل. وكذلك كان عنده اسلحه ناريه، منها رشاش 82 ام، وكذلك رشاش الي، وكذلك
مسدس، وكان احد الرشاشه داير له واحد الثقبه يعني منه كيضرب من الداخل، كان بغى يضرب شي واحد برا يضربه. المهم الحادثه دارت ضجه في الاعلام الامريكي اللي كانت الخسائر ديالها 7 مليون دولار، ورغم هاد الخسائر كلها يعني ما كانش ضحايا، ما مات شي واحد في هاد الحادثه هذه، لانه هو ما كان باغي يقتل حتى شي واحد، يعني غرضه هو يدمر داك المصنع وكيف قلنا البلديه اللي ترشات عليه، ودار العمده السابق اللي كان حتى هو عنده دخل في هذه المساله. والضحيه الوحيد اللي كان في هذه الحادثه هو مارفين هيماير، وخلى واحد الرساله تيقول فيها لان الظلم تقدر يوصل الانسان لاقصى درجات العنف، وهكذا انهى حياته يعني انتقم من نفسه، ولكن نهاته هو حياته. قصنا وصلت حتى لهنايا، نطلب من الله ناخذ منها شي استفاده ولا شي عبره. ما تنساوناش بالاشتراك الا كنتم من محب هذا المحتوى، خليونا شي لايك وشي تعليق، وحتى القصه الجايه ان شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم.